مباراة هامة آنذاك أمام الأهلي المصري، وجوزيف يانيك الجانك كان سجل والفرصة لأحداث الفرق والهدف الأول لصالح الترجي الرياضي التونسي. الإمضاء لأنيس البدري بسرعة قياسية، الترجي يمر للأسبقية، يمر للأهداف. قيمة فريق العب أكثر من 200 مباراة، والخبرة الأفريقية لبيب مجسمة في الهدف الأول. في الوضعية الثانية حال الترجي الرياضي التونسي ما ثماش وضعية تسلل، وأنيس البدري تونسي بالطبع بعد أسبقية الشوط الأول. إذا هدفان مقابل صفر. أنيس البدري، إذا أنيس البدري ممتاز. أنيس البدري في هذه المحيط التونسي في الأول كان ماهر بصغير حب معناها هو بن يحيى. ماهر سيتولى تنفيذ ضربة الجزاء، يتقدم ماهر بالصغير، يتقدم والهدف الثالث. والهدف الثالث رغم أن الحارس طبع الكرة إلا أن الكرة كانت في الشباك. ثالث هدف الترجي في هذا اللقاء في توقيت 27 دقيقة لعب في الشوط الموريتاني. صحيح، والبداية ليه مع الترجي في المسابقات سامح الديربالي يلعب مع أنيس البدري. أنيس البدري يقترب من منطقة الجزاء، يدخل المنطقة للتمرير مرة أخرى لسامح الديربالي. واحد اثنين سامح في التوزيع، والهدف الرابع، والهدف الرابع للترجي. حسين الربيع، حسين الربيع يصنع ربيع الترجي، وهدف رابع الى على مستوى القائمة الثاني. عملية جميلة، عملية مخدومة مليح. و شوف فيها سامح الدربالي اكيد ايش تدخل لعب واحد اثنين مع أنيس البدري ثم يراوغ قبل ما تخرج على مستوى القائمة الثاني. تليق حسين الربيع الكرة معنا قبل ما تتجاوز الخط النهائي. مرة اخرى سامح الدربالي مندفع من الجهة اليمنى، والترجي ينهي المباراة بقوة الى حد الان مشاهدينا. والوضعية والهدف الخامس، الهدف الخامس لصالح الترجي. فوسيني كوليبالي 5-0 لصالح الترجي الرياضي التونسي. فيستيفال او من الاهداف حاليا نشوف الكرة الاخيرة، التوزيعة مباشرة الى فوسيني كوليبالي.